طول العمر، متى صدر قرار يعني تعيينك قائدا للقوات الجوية؟ والله في في عام 1416 ما شاء الله، بس ماني متذكر التاريخ. وكنت لواء؟ كنت لواء قديم. يعني مستحق الفريق، مددوني كل مره يمددوا لي، ولا يعني كنت بعدين لا، لكن مع كثره التمديد هنا وتقاعد الفريق ابراهيم بحيري صرت انا اقدم واحد. كيف وجدت يعني العمل تلك الفترة ومع ذلك الفريق الرائع ومع يعني القوات الجوية؟ شوف طال عمرك شيء جميل جدا ما أنساه والله، ذكرتني فيه عن عن الأمير سلطان. لما انتقل، لما تقاعد الفريق إبراهيم البحيري، طبيعا أنا أقدم واحد في المجموعة، وانا يعني بالاقدميه فطبعا رئيس هيئه الاركان له صلاحيه انه يعين لي بالنيابه، لما اكتب قائد القوات الجويه بالنيابه له صلاحيه بس 6 شهور. فلما يعني صدر قراري بدات عملي وبدات اوقع بالنيابه واوقع يعني. المهم ليله من الليالي أنا نايم ساعة واحدة ونص، دق التلفون، أرفع السماعة، ما مو جوال ديك أيام ثابت يعني أكثر شيء استخدام، قال لي معاه، قال لي معك الأمير سلطان. قلت سلطان مين؟ سلطان بن عبد العزيز. ما تخيلت أنت. ما خيلت، إي والله زي ما أقول لك. المهم سيدي أنا معك اللواء عبد العزيز هنيدي، أمرك طالبك. قال لي أبشرك يا أخ عبد العزيز أنه صدر قرار مجلس الوزراء بترقيتك رتبة فريق وتعيينك وتعييني كفريق ويكون قائد القوات الجوية. ما شاء الله. فقلت له شكرا جدا، صحة زوجتي. وبعدين فشكرت في مالي، قلت هذا الشيء ما انساه، هذا عباره عن نيشان على صدري. لانه هو اللي بشرك. ايوه هو. الله. امير سلطان رجل دوله ترى، رجل يجمع جمع ما بين الحكمه والسياسه. يا والعبقريه. والانسانيه ايضا. ايوه والانسانيه في والعطاء. يعني والله شوف رجل حقيقه ربنا اعطاه. ما شاء الله. وانا سبحان الله يعني هو انا اشوف من فضل الله تعالى انه يرتاح مني لما اتكلم معه، اجيب له اشياء كذا. زي مره قلت شفت الامير سلطان راح لمحلات كثيره، عديت الكيلو وجدتها 750 كيلو اللي مشيها، قلت يا سمو الامير انت مشيت 750 كيلو عشان دعايد على الناس. قال ويضحك. ما شاء الله ما شاء الله. لما يضحك هو سبحان الله في التواصل ومعرفه الناس وقربه من الناس، محبه الناس له، محبته للناس. يعني انتم شهداء الله في ارضه، يعني الناس الان يذكرونه بخير. يعني توفي رحمه الله عليه، لكن لا زال الناس يذكرونه بخير ويذكرون قادتنا ولاة امورنا يعني بخير، ولله الحمد لله، الاحياء منهم والاموات. حفظ الله يعني من بقي ورحم الله من توفي. امين. امين. الله يسمع منك. امين.